شو القصة يا ناني؟ ليش طلبتي فجأة منا إنه نجتمع بهيك وقت؟ جلالتك، أنا بعتذر على الإزعاج وبتمنى ما تواخذيني، بس في موضوع كتير ضروري لازم أحكيه قدامكن وتعرفوه جلالتك. قولي بسرعة يا ناني، شو هي المشكلة؟ سومان هي اللي بدها تقلك هاد الشي. القصة متعلقة بصهري. قصة متعلقة بصهري؟ شو رح تقلي يعني؟ شو مشكلتكم مع صهري؟ وإذا سومان بدها تحكي طيب وينها لهلأ؟ بس جلالتك هي جاية. الموضوع هاد كتير حساس، الواحد فيه يقول إنه بيتعلق بسعادة القصر وكمان بيتعلق بكل الموجودين هون. يا جلالتك لهلأ ما قدرت أفهم شو بتقصدي بكل هالحكي، شو هالشي المهم كتير والخطير لهالدرجة؟ وإذا سومان بدها تحكي لنا طيب وين لهلأ؟ بظن اللعبة رح تنكشف هلأ، أكيد سومان عرفت القصة ورح تخبر الملكة عنا. من البداية قلت لك بلا ما نخاطر، هاد بريم الحقير رح يدمرنا ويخرب بيتنا كمان. حاسة كأني عم منتظر حكم الجلات. خلاص لهون وبكفي يا ناني، أنا ما بقى انتظر هون ولا لحظة. بس شوي كمان جلالتك، بس شوي وبتوصل سومان. كيف يعني شوي وبتوصل يا ناني؟ إذا سومان بدها تحكي شي لجلالة الملكة لازم تكون هون وعلى الوقت، ما بيصير تخلي الملكة تنتظرها، هذا التصرف في إهانة للملكة. الناس بكل هالدنيا هن اللي بينتظروا الملكة لتجي، وانت بدك الملكة انها تنتظر الخدامة لتجي وتحكي معها؟ شو قلت هالأدب هي يا ناني؟ جلالتك هي إهانة إلك ما منقبلها، وانت مو لازم تقبليها. خلاص يا ناني لحد هون وخلص، رح أعطيكي دقيقة واحدة مو أكتر، إذا سومان ما بتجي خلال دقيقة واحدة لقدامي رح أمشي وحسابها عندي. بس جلالتك ليك وصلت هي سومان، مبسوطة أنك إجيتي، الكل كانوا عم ينتظروكي، يلا خبريهم بسرعة، قولي لهم الحقيقة يا سومان. قولي بنتي ليش ساكتة؟ لا تخافي لا تخافي، خلي إيمانك قوي بحالك وكل شي رح يمشي صح. صدقيني ما حدا رح يأذيكي، أنا بوعدك بنتي. سومان شو بك أحكي؟ يلا جلالة الملكة عم تنتظرك. سومان شو قصتك بنتي؟ ليش ما عم تحكي؟ يا ناني أنا بصراحة ما في عندي شي يقوله أبداً. أسفة كتير بس ناني ما عندي شي يقوله. سومان شو هالمسخرة هي يا ناني؟ خليتيني انزل وانتظر هون لساعة كاملة وكنتي عم تقولي سومان رح تخبرك شي خطير بيتعلق بسعادة القصر، وبالآخر ما بتحكي شي؟ لا. شو كان بدك تهينيني ولا بدك تضحكي علي؟ لا جلالتك لا، سومان كان بدها تقلك شي كتير ضروري، بس عن جد ما بعرف شو قصتها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.